بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، شدوا حيلكم، ربنا معاكم. ربنا سبحانه وتعالى بيساعد الناس المجتهدة اللي زي حضراتكم كده. بص بقى، في الحلقة اللي فاتت خلي بالك هنعيد حتة تاني. ايه هي؟ في المقارنة، ده نداء عاجل ليك وخد بالك. في المقارنة اوعى تختار، يعني لما يكون في بلو وبعدين صفة وبعدين كو، اوعى تختار بون او بيان، اختار مكانهم ميور او ميو، لان بون بتتحول الى ميور وبيان تتحول الى ميو. خلي بالك بقى، تعال نكمل بقى المعلومات اللي كنا واقفين عندها. كنا واقفين عند المعلومة بتاعت حروف الجر. طبعا حروف الجر مهمة جدا، وقلنا طبعا ان حروف الجر شرحنا الشي والان والدو والا. في حروف جر بقى تانية يعتمد الحل على ان انت تبقى عارف معناه. ذاكرت؟ ترجمت؟ يلا نعيد تاني. سون، معلومة 47، سون بدون، بور لكي يجي وراها فيرب، لي يجي وراها اسم، افيك مع او بي، دون في او في خلال، سير على، سو تحت، ديفان أمام، ديريير خلف، أبري بعد، أفان قبل، أنتر بين، دي دون في داخل، دي أور في خارج، دي بوي منذ، بارمي من بين، دي ران أثناء، أكوتي دو بجانب، أجاش دو على يسار، أدروات دو على يمين، لوان دو بعيد عن، بري دو قريب من، أو دسو دو اللي هو فوق، أو دسو دو تحت، جابيت لوان ليسي، عينك على الاسم ده مذكر ولا مؤنث؟ طبعا ليسي مذكرة، هناخد دي. لا بوست سو تروف نقط أن لا جار إي لو كلوب. المعنى يا جماعة يبقى انتر بين، لوشا القط، ايه نقط، لا تابل. طب ما عادي ممكن واحد يقول قريب من، لا يا باشا فينا ادغام يبقى ما تنفعش، سو تحت. 48 بقى اللي هي افعال المرور وحروف الجر اللي تيجي معاه، سو دبلاسي يتنقل، فواياجي يسافر، بارتير يرحل، اللي يذهب، تاخذ حرف الجر ان مع وسيلة المواصلات، je me déplace، انا اتنقل، en taxi، en voiture، en bus، se déplacer، voyager، partir، aller، بتاخد ا مع بعض الكلمات زي افيلو على الدراجة، ابيي على الاقدام، اشيفال على الحصان، اموتو على الموتوسيكل، ابيسكليت على الدراجة. أما أفعال إيمي يحب، أدوري يعشق، بريفيري يفضل، ديتستي يكره، براندر يأخذ، أتوندر ينتظر، دي بتاخد أداة معرفة مع وسائل المواصلات، جملة تران أنا أحب القطار. خد بالك معلومة 49 بقى بتقول لك إيه، أون تران بتساوي بار لو تران. بس إيه الفرق؟ ان حضرتك لما تاخد اه ما تاخدش اداة، لكن في اداة تاخد بار. ولكن كلمة الطائرة والباخرة تاخد اه وتاخد بار ومن غير اداة. اون افيون بتساوي بار افيون، اون باتون بتساوي بار باتون، جو في او ليسي اون فواتور، انا بروح المدرسة بالعربية، او par la voiture، par la voiture، en voiture أو par la voiture. المعلومة 50، فعل مونتي يركب يأخذ حرف الجر دون مع وسائل المواصلات، je monte dans les métros، بركب في المترو. أما descendre ينزل يا جماعة بياخد حرف الجر دو، وخلي بالك من الإدغام لما تيجي بعديه وسيلة مواصلات مذكرة، je descends du train،
أنا بنزل من القطار. أتنسيون، انتبه. أو قدام فيلو، يبقى دراجة ممكن تاخد أو ممكن تاخد أون. كلمة موتو اللي هو موتوسيكل ممكن ياخد ممكن ياخد أون، وكلمة بيسكيلات نفس النظام. 51. تعالى بقى ناخد بعض الفيربات اللي بتاخد بعض حروف الجر مع بعض الدول والمدن والقرى والأحياء. 51. اللي يذهب، أبتي يسكن، أتري يكون، ممكن تاخد أو مع الدول أو المدن أو القارات أو القرى أو الأحياء. مثال: جو في أون فرانس. ما ينفعش أقول مثلا جو في أون فرانس، لا، بياخد أون. أونيراك، الدول اللي بتبدأ بحرف متحرك. أونيراك، أوماروك، أون عومان، أومون، كوبا، أيتي، مالت، أوز إتازوني، أوز أنتي، فيليبين، كاريب، للكاريبي، عقبال أمالتك، باهاما، باما، جون سي با، أون أفريك، بروكسل، جديدة، جديدة اسم مدينة، الحسين اسم حي. أما القاهرة والفيوم وسيناء والدلتا وكيبيك بتاخد أو. تمام. تعال بقى الفيرب فينير. فينير بياخد إيه؟ دو ولا دو أبوستروف ولا دي ولا دو، ويجي وراه دول، مدن، قارات، قرى، أحياء. جو فيان دو فرانس، ما ينفعش أقول دو، لا، دو ثابتة قدام الدول المؤنثة. دي جيب، دو أبوستروف عشان تبدأ بحرف متحرك. دي راك عشان تبدأ بحرف متحرك. دو سينيغال، خدنا دي مدغمة عشان مذكرة. السنغال. دو بحرين. دو أومون. دي زيتازوني جامع. دي زانتي جزر جامع. دافريك، قارات تاخذ دو أبوستروف. دو بريكسل، مدينة. مفيش أي حاجة أهو، خد بالك لو في آخرها إس. دي الحسين. أما القاهرة والفيوم وسيناء فتاخذ دي مدغمة علشان خاطر طبعا بيبقى قدامها أداة. دو كير، دو فيوم، دو سيني. بعد كده بقى الدول المذكرة. ها، معلومة اللي بعديها رقم 53، الدول الايه؟ الدول المذكرة. ايه بقى الدول المذكرة؟ هم دول ويبقى الباقي كله مؤنث. 10. لو ماروك، المغرب. لو سينيغال، السنغال. لو زيمبابوي، زيمبابوي. لو سودان، السودان. لو بورتغال، البرتغال. لو جابون، اليابان. لو فيتنام، فيتنام. لو تشيلي، تشيلي. لو برازيل، البرازيل. لو كندا، اكزامبل. جو في او جابون، لو تاخد جو فيان دو جابون. خد بالك بقى، فيرب فينير ولا فيرب اللي. المعلومه اللي بعديها 54 بقى، نخش على الازمنه. اول حاجه لازم تبقى فاهم المصدر. لانفينيتيف، انا عندي ثلاث انواع من انواع المصدر في اللغه الفرنسيه. مجموعه اولى اخرها او ار، مجموعه ثانيه اخرها اي ار، مجموعه ثالثه بنسميها مجموعه الشواذ. نقيت لك شويه فيربات كده، ترجم معايا. ترجمتهم، برافو عليك. وقعت في 2 3 ترجم. ايميني، يصطحب. لما الولد سأل مامته في الوحدة 4 وقال لها ايه؟ هو مون بير بو ميميني، ابويا ممكن يصطحبوني معاه اون فواتير في العربية. قالت له يا حبيبي ده عند جده. ايميني، يصطحب. نافيغيو، يتصفح. كاريسي، يعانق. بيدالي، يبدل على العجلة. سيبيني، يستحم. سدوبيشي، يسرع. جاني، يفوز. سي ديسبيتي، يتخانق. تشاجر. سانترني، يتدرب. امبروفيزي، يرتجل يعني يغني من دماغه. انستالي، يوصل الموسيقى يعني يشغلها. جوي دو، يعزف. المجموعه الثانيه. ريوسير، ينجح. فينير، ينهي. ميجرير، يخس.
جروسير يدخن، نورير يتغذى، سيرينير يجتمع، أوبير يطيع، جراندير يكبر، شوازير يختار، بينير يعاقب. المجموعة الثالثة فير دو يمارس، ديساندر ينزل، برودوير ينتج، بوار يشرب، بيردر يخسر، بوفوار يستطيع، كومبراندر يفهم، سورير يبتسم، فولوار يريد، فيفر يعيش. اتنسيون، انتبه، بعد الفعل المصرف ياتي الفعل في المصدر. جيم جوي او فوتبول، جوي جت في المصدر عشان قبلها مصرف. جو في او كلوب بور جوي او تونس، بعد حروف الجر ياتي الفعل في المصدر. كومون جوي او تونس، بعد كلمة الاستفهام كومون ياتي الفعل في المصدر. جوي او تونس سي ما باسيون، ينفع يجي المصدر في الاول زي ما انتم شفتوا كده في الجملة، لعب التنس انها هوايتي. زمن المضارع، المعلومة رقم 55، زمن المضارع، هانت يا شباب. زمن المضارع، ازاي كنا بنصرف الفيرب مجموعة أولى؟ جوي يلعب، جو جو آخرها أ، تي جو أ إس، إل إل أن جو آخرها أ، نو جوون أو إن إس، فو جوي أ زد، إل إل أفيك إس، أ إن تي، والأ إن تي تكتب ولا تنطق. عندي طبعا بعض الفيربات اللي بيبقى فيها بعض الحرك كده وفي الكتابه، يعني انت لا انت ركز في النهايات. الفاعل جو خد اللي في اخرها او، ها الفاعل نو خد اللي في اخرها او. الناس اشت تي يشتري، جاشات، جيتي يلقي، جوجات، نو جيتون، بنضعف التي مع كل ضمار ما عدا النو والفو. ابيلي ينادي او يستدعي او يتصل، جابيل، نو زابيلون، اللي هو بنضعف ال مع كل ضمار ما عدا النو والفو. مونجي، نو مونجون، مع النو بنحط او ان اس، مش بنحط او او ان اس مش او ان اس. كومونسي، نو كومونسون، بنحط تحت صداع علامة صداعية. امبولوي، جومبلوا، نو زومبلويون، هنحول الاجريك الى مع كل ضمار ما عدا النو والفو. بريفيري يفضل، جو بريفير، لاكسونوت. فينير مجموعة تانية، بنعزف الاير ونضع النهايات. مين فاكر نهايات المجموعة التانية؟ ها اي اس اي اس اي تي، اي اس اس او ان اس، اي اس اس اي زد، اي اس اس اي ان تي. المجموعه الثالثه شواذ، ولازم تبقى حافظ الفيربات الاسونسيل الاساسيه في المنهج. اتر، جو سوي، تي، ايلي، نو سوم، فوزيت، ايل سون. افوار يملك، جي، تيا، ايلا، نو زافون، فوزافي، ايل زون. براندر ياخذ او يتناول، ياخذ وسيله مواصلات او يتناول الغداء او العشاء او اي اكل او اي شرب. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, il prend. Faire, يعمل أو يمارس. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. خلي بالك مع الفو هنا. Vouloir, يريد. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pouvoir, يستطيع. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Venir, يأتي. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Devoir, يجب. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. بعد كده الفعل الزو ضميرين. ازاي بقى يا شباب كنا بنصرف الفعل الزو ضميرين؟ الفعل الزو ضميرين هو الفعل المسبوق في المصدر بالضمير س، وعند التصريف يسبق بضميرين، الضمير الاول يسمى ضمير فاعل والضمير الثاني يسمى ضمير مفعول، ولذلك وجب أن يتبع الضمير الثاني الضمير الأول. يعني جو تاخد م، والتي تاخد ت، والإل والآل س، نو نو، فو فو، إل إل س. سي ديبيشي يسرع، جو مي ديباش، تي تي ديباش، إل سي ديباش، نو نو ديبيشون، فو فو ديبيشي آخرها إي زد، فو فو ديبيشي، إيل سي ديباش. خلي بالكم بقى من المعلومة الأخيرة يا شباب اللي هي 57، خليكم فاكرين إن إحنا واقفين عند 57 آخر حاجة، هنبدأ ب 58 الحلقة اللي جاية. اللي هي بقى أربع فيربات ما بيتصرفوش إلا مع إيل. فالواغ، إل فو، يجب. بلوفواغ، تمطر، إل بلو، تمطر. نيجي، اللي هو يثلج، إل نيج.
اي افوار اللي هو اليا يوجد من فعل افوار طبعا بس قدامه اجريك اليا لا تصرف الا مع يوجد. نقف لحد هنا كده يا شباب وان شاء الله نكمل مع بعض ونبدأ الحلقة 6 من اول معلومة رقم 58. اقرأ الورق كويس بعد كده راجع معايا حلقة بحلقة هتلاقي نفسك عديت. تحياتي عثمان البروفيسور.